عايز اكلم الناس كلمة بسيطة كده من القلب من غير انفعالات. الواحد دلوقتي هادي، عايز اقول لهم ان دمكم اغلى من اي حاجة وارواحكم اغلى من اي حاجة، بس ده مش معناه ان احنا نتفرض علينا واقع مش عايزينه، مش معناه ان احنا نستسلم لحاجات مش عايزينها. جابر، صلاح جابر اللي هو جيكا، اول شهداء الاخ مرسي، يقول حاجه غير كده ما يقولش حاجه، هو يقول اللي هو عايزه. لكن احنا لما نضرب ولادنا برصاص حي خرطوش في 40 طلقه في دماغ الولد ده غير اللي في صدره وفي الرئتين، ده يبقى كفر وليس بعد الكفر زمن. اللي هيرجع حق جيكا ان الشعب المصري يفهم ان جيكا مات عشانه، مين جيكا ده؟ 16 سنه يا اخوان، لا كان عايز كرسي في مجلس الشعب ولا كان عايز يوصل. 16 سنه شاف اخواته صحابه بيتقتلوا، 9 اتقتلوا جنبيه واقفين عادي، الناس بيقولوا، واول واحد نازل احتفل بمرسي وشوفوه على الفيسبوك واقف عامل كده وهو الوحيد اللي فوق الاعناق بيحتفل بمرسي. قلت له يا جابر انت بتحتفل بمرسي؟ مرسي مش زي ما انت فاهم يا جابر، هو فعلا اكلوا مرسي، هو اول شهداء حكم مرسي والبقيه تاتي. يوم الثلاث انا موجود، انا موجود يوم الثلاث معاكم في الميدان، انا ولازم كلنا نبقى موجودين. يا اما نسلمهم بلدنا ونمشي، يا اما نستسلم لقرارات مرسي اللي حصل بقى نفسه عشان تحصل جرائم قتل. جيكا مش اول هيبقى اول واحد، ده كل واحد هيتاخد ويتحبس والرئيس الاله هو اللي بينزل الاوامر. ده بقى خلاص، ده تخطى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، اللي هم في فكرهم بيخطئوا سيدنا محمد. سيدنا محمد خطاء، سمعتها من الاخوانج بتاعهم اللي اسمه الشيخ القرضاوي. اما سيدنا محمد خطاء، امال مرسي ايه بقى؟ اديله كل صلاحات ازاي؟ يعني ممكن الصبح تحصل في دماغه تجيله جنان في دماغه يصدر قرار يخرب البلد وغير ما يرجع لحد، ممكن الصبح يقوم يحلم حلم كده يروح ضرب لنا في اسرائيل واسرائيل تضرب فينا ونبص نلاقي البلد بتولع. النهارده جاي طاغيه جديد يقول لك انا مش لابس القميص. لا احنا لابسين قمصان، بس قمصان الهيه من عند ربنا، عارفين اللي لو هنتقتل هنتقتل واحنا قاعدين كده من غير ما، ولو ربنا بيحمينا بيحمينا، وبعد ابننا ابنائنا ما فيش حاجه ثانيه. هتقتلنا ايه يعني؟ قتل ايه يعني؟ اصل اللي شرب دم المصريين خلاص، انت دقت دم المصريين، دم المصريين حلو زي السكر، خلي بالك يعني مش هتسلاه، هتقتل هتقتل تاني وتالت ورابع وخامس. وانت دلوقتي مدي، انا بقول انت مدي اوامر بالقتل دلوقتي، في حالات هتموت، فاتق الله. اذا كنت لسه كما كنت بتقول انا بتاع ربنا، اذا كنت تؤمن بالله اتق الله. لا يمكن ابدا هنعمل فرعون جديد يقول كن فيكون، لا يمكن، مفيش. العالم كله مستغرب، العالم بيقول ايه ده؟ ايه اللي عمله ده؟ الدنيا كلها، القرد الاوروبي اللي كان فرحان بيه بيقول احنا انجزنا انجاز، استلفنا. الكارد بكره هيتسحب منك الانجاز. اقول اللي قاعدين في التحرير اثبتوا انكم على الحق، انتوا بس خليكم سلميين، احنا مش قتالين قتله زيهم، احنا مش قتالين قتله زيهم. هما بيستحلوا الدم، لن نلقى الله وايدينا فيها دم، خليهم هما يلقوا الله وايدهم فيها دم، خليهم يدخلوا جهنم. أنا مستعد بقى، أنت مش لابس قميص وأنا كمان مش لابس قميص، تقدر تقتلني. اقتلني إذا شئت، مش أنت إذا شئت، مش تقدر. لما يشاء ربنا هتقتلني، ما شاءش ربنا مش تقدر تقتلني، لا أنت ولا كل جماعتك ولا جيشك ولا الشرطة بتاعتك ولا كل ده هيقدر يقتلني. هموت في اليوم اللي حددوه لي ربنا سبحانه وتعالى.